بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طابعة برذر ليزر كلر موديلها 3070. الطابعة فيها أكثر من مشكلة. المشكلة الأولى كانت ما تتعرف على اليو اس بي، وتبين أنه اليو اس بي زي ما احنا شايفين جميع البنات مقطوعة، بن واحد باقي فيها. قمنا بتبديله والآن شغالة. مشكلة ثانية فيها الويست يونت، تعطي انه فل. شرحنا في فيديو سابق كيف ممكن نفرغ الويست يونت وننظف هذا السنسور الحساس الموجود في الاسفل. حلينا المشكلة. فيها مشكلة ثالثة اللي حاب اشارككم اياها. اذا بنلاحظ الصوت في الطابعة شوي قوي، الصوت وقعت الصوت من أحد الأتراس أو من المواتير هذه، ولكن تبين أن الصوت سببه بعد تفحص الطابعة. تبين أن سبب الصوت الدرم الأسود، لو قمنا بتغييره بدرم ثاني لاحظ الصوت الحمد لله اختفى، ما في اي صوت. طبعا المشكلة اللي صايرة في الدرم انه صاير حركته قاسي جدا، عشان هيك بيطلع هذا الصوت. ممكن نزيت الجير اللي على الجانب الايسر، ممكن من الجانبين، بس ما نخليه يلمس منطقة الفيلم. ممكن ننظف الرول الاسفنجية هذه الموجودة في الداخل، هي احيانا مصير وسخة بتعيق الحركة. ممكن نستخدم منفاخ الهواء، ممكن نطرقه شوية عملية طرق له، يعني ممكن نحاول فيه، وخاصة اذا كان ما فيه خدوش وما فيه مشكلة في الفيلم تاع الدرم. طبعا الطابعة كانت طباعتها سيئة زي ما بنلاحظ نتيجة صعوبة الحركة في الدرم. هذه كلها امثلة، احيانا بتشكل صورة للدائرة، المفروض تطلع بهذا الشكل. طبعا في عندي طابعة أخرى كان فيها أكثر من مشكلة برضو، كان فيها مشكلة في دائرة الألوان. إذا بنلاحظ فيها انحراف، بالبداية كانت طباعتها برضو الألوانها سيئة جدا، بنلاحظ الألوان سيئة جدا. وهذه المشاكل انحلت باستخدام ميزة موجودة في الطابعة وشرحناها فيما سبق، اللي هي الكلر كوركشن اللي موجودة في خيارات الطابعة. إذا بنلاحظ هذا الكلر كوركشن، في عنده الكلر كالبريشن، وفي برضو الدرام كليننج، ميزتين مفيدات. الدرام كليننج بتحلي مشاكل أحيانا الوسخ اللي في الورقة زي هذا إذا بنلاحظ، و الكلر كالبريشن بتحلي مشاكل الالوان مثل هذه المشكله اللي المفروض تكون هذه. اذا ملاحظ هذه برضو فيها انحراف، هذه الخيارات بتحلي مثل هذه المشاكل. اذا حد عنده اي اضافه ما يبخل فيها علينا وعلى اخوانه. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.